أما إنما أنت عارفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف إنه هارش فبلاش اللي جازف والباقي بقى أنت عارف هجوم في السماء هجوم في السماء مفيش للخوف مكان وسطنا هجوم في السماء هجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا هجوم في السماء بما اننا في الساعات الاولى من صباح يوم جديد في سماء مصر معانا كابتن محمود الونش قرر ان هو يغامر ويشوف مصر من فوق في الساعات الاولى كده البدري. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يخليك. الحمد لله. قول لي مستعد لمغامرتنا النهارده؟ ان شاء الله مستعد. عملت مغامرات قبل كده فين؟ عملت في مصر في الجونه وفي شرم الشيخ سفاري وكده يعني. وبتستمتع بالمغامره ولا تبقى خايف؟ لا على حسب المغامره بس يعني ببقى مستمتع اكيد. انت اصلا من بلبيس صح؟ تمام. طب قول لي كده في مغامرات ممكن حد يعملها في بلبيس؟ في حاجات كتير بس يعني اكتر حاجه انا بحب اعملها في بلبيس لما بروح بروح الشارقه وكده بحب اركب خيل. السكاي دايفنج عشان يبقى حلو كده والناس تستمتع بيه لازم يبقى فيه يوم بدري والناس تصحى فيه وتشوف السماء صافيه. انت مستعد بقى للصحيان بدري وعملت ايه عشان تصحى بدري ولا احنا جبناك على ملا وشك؟ لا والله انا علشان حاجه نفسي فيها ونفسي اجربها صحيت بدري وان شاء الله استمتع بيها عشان نفسي اجربها فعلا من زمان. قول لي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك. يعني الشخص المغامر بيبقى دايما بيبقى قلبه جامد ما بيخافش من اي حاجه دايما بيبقى عايز يوصل لاي حاجه اي حد يعني بقيه الناس ما يعرفوش يعملوها هو بيحب يبقى مختلف عن الناس. لو كنت سوبر هيرو اسمك هيبقى ايه؟ لا هو يعني الجمهور شويه كان طلع عليا حته سوبر وينش دي فممكن وينش. تمشي سوبر وينش النهارده سوبر وينش هيطير فوق السماء ان شاء الله. طيب مين لعيب يا سوبر وينش في الملعب بيطير اكنه طلقه ليه جناحات؟ يعني في لعيبه كتير ما شاء الله سريعه بس يعني يمكن اسرعهم هو يعتبر محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله عليه يعني. مين اصعب مهاجم لعبت معاه؟ يمكن ابو بكر في منتخب الكاميرون في البطوله الاخيره دي. بس يبقى احنا كده خلصنا اسئلتنا وعشان نتاكد من نسبتك كمغامر هنعمل في ار تيست هتشوف فيه مغامره وساعتها هنشوف بقى انت مغامر يجي منك ولا مغامر على الله حكايته ولا ايه بالظبط. هنعرف بعد الفي ار تيست. تمام. حلوه قوي يا جماعه. ايه اللي شايفه طيب عندك؟ بنزل بسرعه من على الجبل. انا كنت هلبس في كذا طوب وهو ده اللي كان جابنا كان هيجيبني ورا فانا راح الدايره البيضه دي الاول ماشي ليه ممكن تلاقيه يا ولد. طب اقع طبعا الدايره دي بعيده قوي وينش. اوعى يا كابتن وينش اوعى يا كابتن وينش. كابتن وينش ايه العظمه اللي كانت في تيست الفي ار دي؟ لا هي اللعبة حلوة جدا وشدتني وحسيت ان انا في الحقيقة فما كنتش عايز اخلصها اصلا. طب دي كانت اللعبة، اما في السماء بقى هنشوف ايه اللي هيحصل، انت دلوقتي خدت معانا 70% يعني مغامر يجي منه. تمام. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الجو يمكن تبقى مغامر مش سهل خالص، بس قبل ما نطلع على الطيارة ونطلع نشوف مصر من فوق لازم تسجل فويس نوت تقول فيها حاجة، الحاجة دي مش هنسمعها الا بعد ما تنزل من الطيارة ان شاء الله في السويس. سجل فويس نوت. طبعا انا كابتن وينش مين نفسك ان يكون معاك النهارده ويعيش معاك المغامره؟ في اكتر من حد في دونجا وفي شيكو لكن انا ممكن اختار شيكو علشان بيخاف من الاماكن العاليه يعني. طب يلا بسرعه كلمه فيديو كول واحكي له عن مغامرتنا النهارده واحنا في طريقنا للطياره. ماشي هكلمه. يا شيكو يا وينش عامل ايه يا حبيبي اخبارك ايه؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ كله تمام؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. دلوقتي انا دلوقتي رايح اعمل سكاي دايفنج وانا قلت اخترج عشان انت عندك فوبيا من الاماكن العاليه بس ان انا اكلمك. ابتديت اتوتر من انت بتقوله ده ليه؟ بجد انا كان نفسي اجربها
والحمد لله اهوت موجوده في مصر دلوقتي وهعملها ان شاء الله دلوقتي. هنطلع من مطار العاصمه الاداريه وهننزل في السويس. اوبا ليسو. يلا باي باي علشان نروح. يلا سلام. نجوم السماء نجوم السماء. مستعد؟ ان شاء الله. اكسايتنج؟ اه. طب قول لي كده عندك فوبيا من ايه؟ عادي. ولا اي حاجه بتخوفك؟ لا لا. ولا صراصير ولا ضلمه ولا مرتفعات ولا اي حاجه؟ لا لا. مفيش اي حاجه بتخوفك؟ لا. طب في العادي انت بتعمل اير بلين مود للموبايل امتى؟ بتفصل الموبايل امتى عشان تفصل على الناس كلها؟ وانا في الطياره. الطياره بس. طب قول لي ابنك سيف؟ ابنك سيف. تمام. بتدي له الايباد والموبايلات ولا عايزه يبقى لعيب زيك؟ على طول بس مع الحاجه الخاصه بيا. اطول عدد ساعات قضيتها في التمرين كانت ايه؟ ساعتين او ثلاثه. ممكن تغير لون شعرك او تقصه خالص عشان تقليع كده في الملعب ولا مالكش فيه؟ لا مش طابع. طيب هسالك سؤال، لو جبت 3 ثواني مش هتنزل. تمام. مين سجل اخر ضربه جزاء للزمالك قدام سموحه في نهائي كاس مصر 2018؟ يوسف اوباما. صح حبيبي. يا وينش الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عايزك تقول لي حالا عنوان بيتكم في البيس ايه؟ عنوان بيتنا في البيس دلوقتي بسرعه. كفر ايوب البيس الشرقيه. اتبسطت؟ اه والله زي الفل. انا كنت متخيله اصعب من كده بكتير بس سهله 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 وممتعه كمان. نجوم السماء نجوم السماء.
تاني اهلا بالونش، اثبتت انك مغامر بنسبه 100%. كان احساسك ايه بقى؟ والله كان احساسي مختلف. اول مره اعمل حاجه زي كده، كنت مبسوط بيها جدا، وفي نفس الوقت كنت خايف جدا برضه لان انا ما عملتهاش قبل كده. طب احكي لنا بقى التفاصيل اللي حصل من اول ما نطيت من الطياره لحد ما جيت هنا. اول ما ركبنا الطياره انا كنت قلقان شويه، بس بعد ما خلاص نطينا من الطياره سنة الخوف دي خلاص راحت، ولقيتها لذيذه جدا وما كنتش عايز انزل من فوق. والله كنت شايف ايه وانت فوق؟ كنت شايف الجبال من فوق والبحر. بما انك اول مره تجرب السكاي دايفنج، المغامره حلوه وعجبتك، ممكن تجربها تاني؟ اه طبعا، انا كنت خايف في الاول، بس هي مش بالصعوبه اللي انا كنت متخيلها، طلعت سهله جدا، من الحاجات المختلفه اللي الواحد ممكن يجربها يعني. طيب مين من لعيبه الزمالك تحب انك تشوفه في مغامره زي دي؟ يعني ممكن نفسي اشوف حازم امام، لانه عنده فوبيا من الاماكن العاليه والطيارات وكده، فنفسي اشوفه يعمل حاجه زي كده. طيب قبل ما نكمل كلامنا، عايزاك تسمعنا الفويس نوت اللي انت بعتها. طبعا انا كان من زمان نفسي اعمل سكاي دايفنج، وما كانش فيه فرصه ان انا او الوقت ان انا اقدر اعمله، فالحمد لله جت الفرصه ان انا في البرنامج ان انا اقدر اعمل السكاي دايفنج، والحمد لله في مصر. ان شاء الله يعني ما يكونش في قلق واقدر اعمله واستمتع بيه، لان انا كان نفسي اعمله من فتره، والحمد لله لقيتها في مصر، ودي حاجه في حد ذاتها انا مبسوط بها جدا. لو مصر هتنظم بطولة كبيرة، تحب تكون كاس العالم ولا الاولمبياد؟ طبعا البطولتين كبار، ومصر قادرة ان هي تستضيف حاجة زي كده، زي ما ابهرت الناس كلها في استضافها لأمم افريقيا 2019. ايه الأكلة اللي ما ينفعش تيجي السويس من غير ما تاكلها؟ السويس وكل المحافظات الساحلية، يعني اسكندرية واسماعيلية، هي احسن حاجة عندهم السيفود، وانا عامة بحب السيفود يعني. طيب احنا دلوقتي خلصنا، بس قبل ما ننهي دلوقتي هديك الكورة دي وعايزاك تنططها. وتمشي في أرضها تلقى خير وطيبة. هنا نجوم السما في بلدي، ولادها منورين فيها، ده نورهم خير على ترابها ومحليها. في كل مناسبة
عشان مستقبل ولادي، وبكره انا هبقى مطمن على بلادي.